مشروع فيلل أخذ لإله مكانة خاصة من ناحية التصميم والجودة العالية. تفرد بتصميم درس بعناية ليكون بأعلى مراتب الفخامة وحياة الرفاهية. دورت موسم فيلا. مشروع عم يتجهز على مساحة 258 ألف متر مربع. عم تتوزع عليه 144 فيلا بشكل جذاب بحافظ على خصوصية كل عائلة. ضمن منطقة بيوكتشيك ماجي الشهيرة بطبيعتها الخلابة وبجانب البحيرة اللي هي معلم طبيعي سياحي مهم جدا. بتوسط المشروع حديقة بمساحة ضخمة مخصصة من بلدية المنطقة للمشروع. مثل ما حكينا تصميم الفيلا مميز لأنه ما بيشبه التصميم المعتاد للفلل، وبالإضافة للمساحة الكبيرة. منبدأ من الطابق الثاني للفيلا اللي بتتوزع فيه غرف النوم. غرفة الماستر واسعة جدا مع دريسينج روم بالإضافة للحمام الخاص. لما ننزل للطابق الأول اللي موجود فيه الصالون منلاحظ ارتفاع السقف اللي هو 10 أمتار، منح الفيلا مساحة إضافية. المطبخ عند مدخل الفيلا ومساحة كبيرة جدا وبتشطيب أنيق جدا. حمام تركي وساونا خاص بكل فيلا. ومدخلين، الأول من جانب الفيلا والثاني من الحديقة. تكوين رائع من الفخامة والرقي مدموج مع أقل ما يقال عنه تصميم ساحر وعصري. تواصلوا معنا لمعلومات أكثر عن مشروع دورت موسم لأن أفخم الفلل وأفضل الخيارات ديل أفضل دليل.